بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله عصير المشمش الطازة. عندنا حوالي 7 وحدات مشمش كبار مغسولين وشايلين البذر منهم. بعد كده هنحط المشمش في الخلاط وهنحط عليه 4 كوبايات مية ومن غير ما نضيف سكر ولا اي حاجة، وهنضربه في الخلاط كويس جدا. وبعد ما ضربنا المشمش كويس في الخلاط هنحطه في حلة، وهنحط الحلة على نار متوسطة الهادية، وهنسيبه يغلي معانا لحد ما كمية السائل تنقص بمقدار 2 كوباية تقريبا. وخلاص كده عصير المشمش اتكثف معانا، وبنشيله من على النار وبنصفيه بمصفى تكون فتحتها ضيقة، وبندخل العصير التلاجة علشان يبرد معانا. وبعد ما يبرد هنضيف عليه السكر بالكمية اللي احنا عايزينها وندوب السكر كويس. وخلاص كده قلبناه كويس، وكمية السكر اللي بتخليه مظبوط بتكون من 7 ل 9 معالق كبار سكر. وبنقدمه بيكون طبعا بارد جدا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم.